استاذ الكريم، طبعا هناك عده اسباب للطرح الذي يطرحه النظام السوري. نعم من هذه اولا انه وجد خلال حربه على الشعب السوري ان الميليشيات التي قام بتاسيسها قد ادت واجبها بشكل افضل من الجيش النظامي، هذه واحده. الشيء الثاني، وجد ان هناك في كل دول العالم ومعظم دول العالم تعتمد على الجيش التطوعي وليس على الجيش الإجباري، وبالتالي عندما يجبر الفرد على شيء ما فإنه لا ينفذه بالشكل السليم إلا تحت الضغط، نعم بينما الجيش الاحتياطي الجيش العسكري التطوعي فإنه يؤدي هذا الواجب لأنه عبارة عن ميليشيا مرتزقة هدفها الحصول على المال أكثر من تأديت الخدمة لمدة سنتين أو سنتين ونصف. نعم الشيء الثالث وهو الهام جدا، وهو أن هناك هيكلية، هذه الهيكلية التي تتبعها الآن روسيا وبدأت بها في القطاعات الأمنية وخاصة في شعبة المخابرات العسكرية وشعبة المخابرات العامة، وهذا سوف ينسحب تدريجيا على بقية قطع الجيش العسكرية ويحصل كما حصل في ميليشيا فاغنر، وبالتالي هذه إحدى الخطوات التي يعمل عليها النظام بهذا نعم الاتجاه. نعم سيد حسام، ولكن البعض يرى بأن هذا الهدف الحكومة من هذه الخطوة هي عسكرة المجتمع السوري وتعزيز مفهوم الارتزاق العسكري، ولكن في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تقول أن الحكومة هدفها من هذا كله إنقاذ المؤسسة العسكرية المتهالكة. هناك عدة كما قلت، استتبع ما قلته أنا في الإجابة الأولى، أن معظم الميليشيا التي تم إنشاؤها كانت تحصل على أموال من خارج الميزانية، نعم بمعنى أن لا يمكن الاستفادة منهم، وبالتالي سمحوا لهم بمجال التعفيش وبمجال السرقة. الآن عندما تكون تلك المجموعات وتلك الميليشيات ضمن الهيكلية العسكرية والأمنية فإنها تحصل على رواتبها واستحقاقاتها بشكل نظامي من داخل الميزانية. الشيء المهم أن عسكرة المجتمع موجود، وبالتالي سابقا النظام أوجد العملاء لديه بكافة القطاعات وكان يدفع لهم الرواتب ويدفع لهم العلاوات ويدفع لهم المكافآت من خلال ميزانية مخصصة لهذا الموضوع. الآن جزء من المخصص من الميزانية سوف يدخل إذا أرادت الدولة أو أراد النظام أن يدخل إلى قطاع التنمية، وبالتالي يكون هناك حجم أكثر للفائدة لباقي المواطنين إذا كان صحيحا، نعم وبالتالي النظام لا يسعى إلا لأن يكون هناك مجموعة تأتمر بأمرته وتدافع عنه بحال كان هناك أي مشاكل أخرى. نعم ولكن السؤال هنا، يعني باعتقادك هل من الممكن أن تستطيع الحكومة بناء جيش احترافي كما تقول، خاصة وأن نسبة المتطوعين من فئة الشباب هي نسبة قليلة جدا؟ سيد الكريم، بالآلية العسكرية التدريبية ممكن أن يتم هذا الأمر نعم عندما يكون هناك تدريب ممنهج، وبالتالي فئة الشباب لم يعد لها تأثير بقدر ما هناك التأثير الأكبر للسلاح وللعتاد الموجود لدى القطاعات العسكرية، وبالتالي الآن نجد أن أصغر ضابط أو أكبر ضابط هو موجود في مكتبه يستطيع أن يطلق الصواريخ ويطلق العتاد العسكري، وبالتالي فئة الشباب لا يمكن أن تتواجد إلا في القطاعات الأمامية وفي المواجهات الأمامية، وهذا لن يحصل لأن النظام يعتمد بشكل دائم على الرمايات البعيدة. نعم كنت معي من بولندا السيد حسام نجار، كاتب صحفي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.